البوصلة الفضية التي تشير إلى الجهات الأصلية لها ثقلها في العالم، ورصيدها العسكري يؤكد أنها خصم عنيد. ترمز لتحالف عسكري خلق تحت هاجس واحد لم يتغير على مدار عقود، ملاحقة الاتحاد السوفيتي أو روسيا. حلف شمال الأطلسي أو الناتو بدأت فكرته بتوقيع معاهدة بروكسل للدفاع المتبادل ضد التهديد السوفيتي في بداية الحرب الباردة في 17 مارس عام 1948، وضمت بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وفرنسا والمملكة المتحدة. لكن كانت قوة التحالف العسكرية ضعيفة أمام الاتحاد السوفيتي، ما دفع وزير الخارجية البريطاني إرنست فين لاقتراح تطوير استراتيجية عسكرية غربية مشتركة لمواجهته، ووافقته أمريكا. في واشنطن في 4 إبريل عام 1949، وقع قادة أوروبيون مع عسكريين أمريكيين في البنتاغون على معاهدة حلف شمال الأطلسي، وضم دول معاهدة بروكسل بالإضافة إلى أمريكا وكندا والبرتغال وإيطاليا والنرويج والدنمارك وأيسلندا. تحرك الاتحاد السوفيتي لمواجهة الناتو، فأسس حلف وارسو في عام 1955. قوة الناتو تكمن في أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا أعضاء دائمين في مجلس الأمن، ويتمتعون بحق الفيتو، وهم رسمياً دول حائزة للأسلحة النووية. ووضع الحلف نظاماً للدفاع الجماعي، وتعد أخطر بنود ميثاقه المادة الخامسة التي تنص على أن أي هجوم على أحد أعضائه هو هجوم على جميع الأعضاء، تم تفعيلها مرة واحدة فقط عقب هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، فنشر بعدها الناتو قواته في أفغانستان. كما شارك الناتو في تنفيذ منطقة حظر جوي خلال حرب البوسنة والهرسك عام 1992، ونفذ عدة ضربات جوية ساعدت على إنهاء الحروب اليوغوسلافية. في عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي، الخصم الرئيسي للناتو، وانهار حلف وارسو، وأدى ذلك إلى إعادة تقييم استراتيجية الحلف ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية الموقعة بين الجانبين، ليتم تعديلها بعد ذلك عام 1999، حيث حددت أسقفاً وطنية وإقليمية للأسلحة والمعدات التقليدية، وسمح للدول الأطراف بتجاوز الحدود المقررة مؤقتاً في حالة المناورات العسكرية والانتشار المؤقت. عاد الهاجس القديم يراود الناتو عقب قيام روسيا بضم القرن في 2014، فقام بتشكيل قوة جديدة تضم 5000 جندي في قواعد بالقرب من روسيا. ومع ظهور الصين بالمشهد، بدأ الناتو في إعادة نشر قواته على جناحي الشرقي والجنوب الشرقي عام 2017. ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، اتجه الحلف صوب تعزيز قوة الردع والإنفاق العسكري، ووافقت الدول الأعضاء على وثيقة مفهوم استراتيجي جديد تستند على الردع والدفاع. واعتبرت الوثيقة أن روسيا أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء، وطموحات الصين وسياساتها أكبر تحدي. وفي 2023 زاد الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو ليبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، وقرر الناتو زيادة قوات التأهب في أوروبا من 40,000 إلى أكثر من 300,000، وعزز قواته الدفاعية في دول بشرق أوروبا المتاخمة لروسيا بثماني مجموعات قتالية متعددة الجنسيات. ويبلغ مجموع جنود الناتو 3.5 مليون جندي،
ومنذ تأسيسه زادت الدول الأعضاء من 12 دولة إلى 32 دولة. ويظل الناتو أقوى تحالف عسكري في العالم عبر التاريخ وبشهادة الخبراء.